ولمزيد من التعليق معنا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي السيد عبد القادر النايل، مرحبا بك. نبدأ من تصريح النائب رعد الدالكي الذي كشف عن عمليات تهجير قسري ل300 نازح من أهالي الموصل قامت بها عمليات بغداد، في أي سياق تأتي هذه العمليات لا سيما ما أنها تتكرر في الآونة الأخيرة؟ أهلا وسهلا بكم. هذا السياق يأتي في إرهاب حكومي ممنهج ضد المواطنين بالدفع باتجاه تهجير الناس أو عودة الناس قسريا، وهي لم توفر لهم أدنى مقومات عودة الناس السليمة لا سيما أهل الموصل بالدرجة الأولى، لأنه ملايين الأطنان لا زالت تكسو شوارع المدينة من خلال العمليات العسكرية، فضلا عن المخلفات العسكرية الموجودة، فضلا عن المناطق والبيوت والمنازل المهدمة والمفخخة لأن هناك كانت عمليات واسعة. وبالتالي هذه العملية تأتي حقيقة بدفع عنصري طائفي مقيت يكشف للعالم قباحة الفعل الحكومي اللا إنساني ضد الناس الذين هم حقيقة يسكنون في بغداد، من ليس تبطرون إنما لا وجود لأي مسكن حقيقي يعودون إليه، ولم تألو الحكومة أي جهدا لإعارة هؤلاء وتوفير لهم، فضلا عن انعدام الخدمات بالكامل. ولذلك حقيقة أجراءات الحكومة مخالفة لكل القوانين الدولية ولكل القوانين الشرعية، وحتى دستورهم الذي يتحكمون إليه فهو يرفض أو يدعون أنه يرفض عودة الناس، وبالتالي يرفض أنه يضيق على الناس، وللناس حق التنقل معلوم هذا الشيء، وأي مكان يتنقلون إليه من أجل أن توفر البيئة الآمنة ليعيشوا فيها. لذلك الحكومة تعتمد بإطار طائفي بالدفع باتجاه اغتيال الناس عبر عودة النازحين القسرية إلى دورهم ومنازلهم ومناطقهم المهدمة والتي فيها مخلفات عسكرية. يعني هناك في مناطق حزام بغداد وكذلك في الفلوجة نازحو الفلوجة تهم الحكومة بإجبارهم على العودة إلى مناطقهم على الرغم من وجود الألغام والمتفجرات فيها، يعني ما أهداف هذه الممارسات؟ أهداف هذه الممارسات تأتي لحقيقة لارتكاب جرائم ممنهجة ضد هؤلاء الناس، تأتي من خلال أنهم يريدون إيصال رسالة لهؤلاء أننا لن نرفع المخلفات العسكرية، أن تواجدكم هنا سيضيف إلى أبنائكم القتل وإلى عوائلكم الخوف والرعب، أن ليس هناك أمل في التواجد في منازلكم، وبالتالي هذا التضييق حقيقة الكبير على الناس يدفع بهم باتجاه ترك المناطق باتجاه الهجرة من العراق، وهذا حقيقة ما تريده الحكومة وما تسعى إليه، لكن الناس رغم كل هذه الجراح جذورهم عميقة وهم يتحدون هذه الآفة وهذه الإجراءات وهذا الموت الذين يرونه أمامهم بأعينهم، وبالتالي لا يستطيعون رفع أي شيء، حتى الحجر أصبحوا يخافون أن يرفعونه من مكانه خوفا أن ينفجر عليهم. وعلى هذا الأساس حقيقة عندما نقول أن إجراءات الحكومة إرهابية فهو إرهاب حكومي بمعنى الكلمة ضد النازحين الذين تدفع بهم السلطات للعودة إلى مناطق هي لم تؤمنها، والواجب والمفروض على الحكومة التي تتسول في دول أخرى من أجل ما يسمى بإعمار هذه المناطق وهو كذب وزور، فهم يسرقون أموال من أجل حملاتهم الانتخابية حقيقة، والذي يتوجب عليهم أن ينظفوا هذه المناطق وأن تكون آمنة حتى يرجع الناس، تخلوا عن كل هذه الأعمال من أجل حقيقة الضغط على الناس بإطار تعمدي من أجل ترك تلك المناطق. نعم. طيب، مجلس محافظة نينوى كشف عن وجود 15,000 طفل من مفقود من جراء العمليات العسكرية، هذا الثمن الباهظ الذي دفعه أطفال الموصل، من يتحمل مسؤوليته وما مصير هؤلاء الأطفال؟ من المعلوم أننا منذ اللحظة الأولى قلنا أن هناك جريمة منظمة تتعمد فيها جهات حكومية لاختطاف أبناء وأطفال الموصل، لأن هناك عوائل فقدوا بالكامل وبقت أطفالهم، وهناك تجارة سعت إليها الحكومة وميليشياتها عبر اختطاف هؤلاء الأطفال من أجل عدة أنواع، من أجل إما بيعهم أو من أجل حقيقة بيع أعضاء بشرية، وبالتالي ما يجري من جريمة الأطفال في الموصل ينبغي أن تتداعى الجميع للتركيز على هذه القضية، فإن لدينا معلومات أن هناك أطفال مختطفين في محافظات أخرى
لصالح هذه الميليشيات ويتم عملية تدريبهم وزجهم لتغيير أفكارهم. كل هذا حقيقة الحكومة مسؤولة، وبالتالي الجهات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها مسؤولة أيضا مسؤولية مباشرة أخرى عن واجبها الإنساني تجاه الضغط على هذه الحكومة التي فقدت إنسانيتها بالكامل أمام جريمة اختطاف الأطفال وتغييب الأطفال، لأنه اليوم أرقام ربما أعلى من 15,000 طفل. هذه القضية إلى الآن هي عملية الإحصاءات جارية، لذلك حقيقة تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة عن هؤلاء الأطفال ومصيرهم، ومن ثم يأتي المجتمع الدولي الداعم لهذه الحكومة. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل.